بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبأستعين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الحلقة بإذن الله سنناقش أحد الاختبارات المقترحة أو أحد المواضيع المقترحة لاختبار الفترة الأولى لمستوى السنة الثانية من التعليم المتوسط، ويدور بطبيعة الحال حول المادة وتحولاتها. الوضعية الأولى تقول: أجب عن الأسئلة التالية: أنا غاز أعكر رائق الكلس، من أكون؟ إذن فالغاز الذي يعكر رائق الكلس هو ثنائي أكسيد الكربون. المقترح الثاني: أنا أبقى دوما محفوظا خلال التحولات الفيزيائية والكيميائية، من أكون؟ إذن فالذي يبقى محفوظا خلال التحولات الفيزيائية والكيميائية لا شك أنه الذرات. ثالثا: أنا أحول كبريتات النحاس البيضاء إلى اللون الأزرق، من أكون؟ فهذا الذي يكشف عن كبريتات أو الذي يحول الكبريتات إنه الماء. إذن فعندما تشربها عندما تتشرب الماء فإنها تتحول إلى اللون الأزرق. العبارة الرابعة: أنا أصغر من المادة، أو بعبارة أوضح: أنا أصغر عينة في المادة وأتكون من ذرات، من أكون؟ إنه الجزيء. أنا من مميزات عدم التشوه وإمكانية الاضطراب، من أكون؟ إنه الحبيبات أو الذرات. أنا أغير المادة من حالة إلى أخرى ولكني أحافظ على خواصها. الذي يغير المادة من حالة إلى أخرى ويحافظ على خواصها إنه التحول الفيزيائي. نمر إلى الوضعية الثانية. يقول في المطلب الأول: قارن في الجدول بين التحول الفيزيائي والتحول الكيميائي. يعني حينما يقول قارن أو نقارن فهو ليس بالضرورة أن يعطي تعريفا، وإنما قد يذكر المميزات والخواص لكل منهما. إذن فالتحول الفيزيائي هو ذلك التغير الذي يصيب أو يحدث إما لحالة المادة أو لشكلها أو لانحلالها وذوبانها. يعني ورأينا في هذا الصدد أمثلة كثيرة. فتحول حالة المادة من صلبة إلى سائلة، ومن سائلة إلى صلبة، ومن سائلة إلى غازية، ومن غازية إلى سائلة، وهكذا. يعني كما رأينا مع الماء، هو أهم ظاهرة فيزيائية تحدث أمامنا يوميا. وإذا أردنا أن نذكر من خواصه أنه لا يؤثر على طبيعة المادة، وإنما يغير فقط، قلنا، إما حالتها أو شكلها أو مظهرها كما يحدث في الانحلال، يذوب الملح أو الماء السكر في الماء. بالنسبة للتحول الكيميائي، هو ذلك التحول الذي يحدث أو يطرأ على طبيعة المادة، بحيث تختفي المادة الابتدائية وتظهر مادة أو مواد جديدة تختلف عنها في خواصها، كاحتراق مثلا ورقة أو احتراق السكر إلى آخره، أو تحليل الكهربائي للماء وما شابه ذلك. المطلب الثاني: صنف في جدول الجمل التالية إلى تحول فيزيائي وتحول كيميائي. إذا لدينا تبخر الماء، تفكك الحراري، السكر، ذوبان الملح في الماء، احتراق الخبز، عملية التنفس عند الإنسان، تجفيف الملابس. إذا نصنف هذه الأمثلة أو هذه المختارات إلى تحولات فيزيائية وتحولات كيميائية: تبخر الماء، وذوبان الملح، وتجفيف الملابس. هذه الثلاثة توضع في التحول الفيزيائي، وما تبقى يكون في التحول الكيميائي: التفكك الحراري، السكر، احتراق الخبز، وعملية التنفس. نمر إلى الوضعية. يقول: خلال تحليل الكهرباء للماء بواسطة وعاء فولتا، تحصلنا على جسمين جديدين يختلفان عن الحالة الابتدائية. ما نوع هذا التحول؟ فهذا التحول هو تحول كيميائي. علل إذا طلب منا ذلك، علل كيف. قلنا أنه تحول كيميائي، وذلك لاختفاء المادة الابتدائية وهي الماء وظهور مواد جديدة مختلفة عنها. 2- حدد المواد في الحالة الابتدائية والمواد في الحالة النهائية. إذا المواد في الحالة الابتدائية هي الماء، أما في الحالة النهائية فهي غاز الأكسجين وغاز الهيدروجين.
ثالثا، كيف يمكن التعرف على الجسمين الناتجين، أي غاز الهيدروجين وغاز الأكسجين؟ يتم التعرف عليهما بعملية الاختبار بواسطة الحرارة أو بواسطة اللهب. فنعم، فحينما نقرب عود ثقاب مشتعل من فوهة الأنبوب الذي احتبس فيه غاز الهيدروجين فإنه يحترق بفرقعة، وحينما نقرب أو نضع عود ثقاب مشتعل يكاد ينطفئ في الأنبوب الذي احتبس فيه الأكسجين فإنه يزداد توهجا، مما يدل على أن هذا الغاز هو غاز الأكسجين. أخيرا، مثل هذا التحول بالنموذج المتراص للذرات. إذا فنمثل النموذج المتراص للذرات، يعني للتحليل الكهربائي للماء، فلدينا قبل التحول وبعد التحول. قبل التحول كانت لدينا جزيئات الماء، هذا هو النموذج المتراص للذرات، يعني بعدما يتحلل الماء ويتفكك يعطي لنا جزيئين من الهيدروجين وجزيء من الأكسجين. إذن بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. في الأخير أسأل الله العلي القدير أن نكون قد وفقنا، كما نأمل أن تكونوا قد استفدتم منها، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.